ولا بعد انتهاء مواعيد النادي هخش اشوفها، وكنت بخش اشوفها واعمل ده. لازم النادي ده يرجع تاني زي الاول. عايز الاسر المحترمه اللي بتخاف تخش النادي دلوقتي سواء عشان معاكسات او قله الادب ترجع تاني، ادو يقعد في مكان امن محترم، وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. انا بس كل برجو منكم، طبعا انا والدكتور كمان طالعين بكره في مع اسامه كمان لقاء السحاب في 360 درجه. انا بقول له بس عشان ايه ما يهربش مني، عاملين حوار محترم. يوم الاحد ان شاء الله احنا مع عمرو الليسي بعد الوقت ده سيب يوسف ما يخلص على طول. بعد التوتو ما يخلص. غالبا هيبقى الساعة 11 يوم الاحد، انا والدكتور كمان برضه ان شاء الله مع عمرو الليسي بوضوح يوم